السهوله موجوده نطمن المواطنين كاين سهوله لكن اليوم حتميه حفظنا الدروس لازم الدفع الالكتروني ما يبقاوش حنايا مازلنا نروح وندخل هذا الورق دائما يبقى الضغط ويعاود كل شهر نعاودو فيه ضغط كبير اليوم حتميه كاين تنسيق مع حتى مع البنوك الاخرى ومع وزاره الماليه حتميه لازم نروح الدفع الالكتروني ونبشركم في بدايه شهر جوال تكون معلومه ان شاء الله تكون في شهر خير ان شاء الله.